مكتب الإعلام لمدينة دوما. هذا ما حل بالأبنية السكنية نتيجة قصف بغارات طيران الحرب عليها. هذا ما قام به بشار الأسد للأهالي، لأنهم قاموا بكل سلمية وصرخوا أنهم يحتاجون إلى الحرية. فقد بدأت الثورة بمظاهرات سلمية، وبعدها وبعد قتل العشرات أو المئات، حتى اتجه الجيش العربي السوري إلى الانشقاق. كل شريف من هذا الجيش قام بالانشقاق وتحول إلى الجيش السوري الحر، ومنها بدأت غارات طيران الحربي.